بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي هاد لا فيديو تلقاكم كامل بخير وكامل مهنيين. جمعة مباركة للجميع. اليوم راح نديرو تحلية بالشوكولا خاصة لعشاق الشوكولا. مقاديرها جد بسيطة، يعني ما عندناش بزاف مقادير. واش عندنا هنايا؟ يلزمكم ان بيسكوي اللي فيه كريمه لداخل، كما شفتوني لهنا وريت لكم بيسكوي اللي لازم يكون فيه كريمه، هذيك البيضه لداخل. كاين اوريو، كاين عده يعني اسماء لهاد لي بيسكوي. بصح انايا اخدمي باي حاجه تكون عندك في المنزل، سواء كانوا لي باكي هذوك الصغار ولا الكبار. حكمي البيسكوي تاعك، نحيلو هذيك الكريمه هاي لك، حطيها وحدها وحكمي هذاك البسكوي، ارحيه وخليه ابا. ومن بعد نمروا لهنايا، دوق لي الكريمه، احكمي ان ريسيبيون، حطي فيها كدايا زوج مغارف تاع النشا، زيدي عليه نصف لتر تاع الحليب يكون بارد لهنايا، حطي شويه قبل، حركي هذاك النشا تاعك باش ما يديرلكش هذوك لي غريمو، حركيه مليح مليح. ومن بعد عاودي رجعي الكاسرونه تاعك، ديه فوق النار وقعدي تخلطي حتى يعقد لك هذاك الخليط تاعك. عمليه سهله وسريعه، يعني هنا ما ديري لا السكر لا حتى حاجه، ديري غير زوج هذوك مغارف تاع النشا، نصف لتر تاع الحليب، خلطي مليح، زيدي له قرصه تاع الملح، زيدي خلطي هذيك القرصه تاع الملح وديه فوق النار وقعدي تخلطي على نار تحت المتوسط حتى يعقد لك. والصوره راح توضح لك كل حاجه. هاي لك هنا، بعد ما حطينا هذيك الكاسرونه فوق النار قلت لكم بداو تخلطوا فيها حتى تعقد. صدقوني تحليه من اروع ما يكون، بدون سكر بدون اي حاجه. نقصوا شويه السكر هنا، اي فوا تعقد لك هذيك الكريمه واش ديري؟ في بلاصه السكر احكمي 50 غرام تاع الشوكولا البيضاء، حطيهم وهي هذيك الكريمه سخونه باش تذوب لك تمتم. اين فوا دوبيها هكذا شويه، زيدي حكمي هذيك الحشوه تاع البسكوي تاعك اللي نحيتيها، زيديها تانيك وقعدي تخلطي حتى يدوب لك كل حاجه، تتحصلي على اون كريم هكذايا اونكتيوز. حطيها ابار ومن بعد تبداي تخدمي دوك لهنا في التحليه تاعك. صدقوني تخرج من اروع ما يكون هاد الكريمه، تخرج روعه روعه، والقوام تاعها كتشوفوا فيه لهنايا بعد ما تزيدوا لها الشوكولا وتزيدوا لها هذاك الحشوه اللي كانت داخل البسكوي تاعكم. هنا دوق نمروا للمونتاج تاع التحليه تاعنا. قلت لكم تحليه سهله مهله، يكون عندك برك البسكوي في الدار وقطعه تاع الشوكولا، هذا ما كان. هنا حكمي لي غام كان تاعك ولا اي حاجه راكي حابه ديريها في الكؤوس، راكي بغيتي ديريها تحليه كيما نقولوا حجم عائلي تقدري تانيك. هنا دو بريفيرونس ديريها كؤوس برك، هكذا باش كل واحد يدي الكاس تاعو وتقعدي مهنيه. حطي هذاك البسكوي هو الاولاني، سيي هكذايا، سقميه ملعقه هكذايا، ومن بعد بداي وزعي في الكريمه تاعك. هذيك الكريمه تقدري ديريها سخونه، ماشي لازم حتى تبرديها. حطي البسكوي، زيدي الكريمه، كملي كامل الكؤوس تاعك، ومن بعد عاودي زيدي ديري طبقات حسب الكاس تاعك. كان الكاس كبير تاعك راح تجيك طبقات بزاف، كان الكاس صغير راح يجيوك هكذاك واحد زوج ولا ثلاثه با بلوس. كملي زيدي طبقه هكذايا تاع البسكوي، ومن بعد زيدي طبقه تاع هذيك الكريمه وكملي. وصدقوني واحد الكريمه مع الشوكولا في الاخر تجي من اروع ما يكون. هاد التحليه تستاهل التجربه، يعني جربوها وما تندموش عليها. قلت لكم قطعه شوكولا برك وشويه تاع هذيك الكريمه تخرج لكم من اروع ما يكون. اين فوا تكملوا المونتاج تاعكم هنا في الاخير حكموا تانيك شوكولا، اي نوع تاع شوكولا 50 غرام هكذاك، اي نوع تاع الشوكولا يحبوها افراد العائله تاعكم. زيدوا عليها بطاطا ياغورت ناتور، واللي عندها لا كريم ليكيد لا كريم فريش ولا تزيد عليها. انا هنا حطيت لا كريم، درناه لهنايا ياغورت ناتور. كيما تقدري يعني الا ما عندكش ياغورت ناتور ولا تقدري ديري شويه تاع الحليب.
وشنو زيدي لها برك شويه تاع لافاني ماشي بزاف على راس المغرف، حطيها على نار قليله دوبيها وعاودي حطيها من الفوق هكذايا فوق، هي الطبقه الاخيره تاع التحليه تاعك. هنا ما تحتاج تزيين هكذا، ديجا راهي بنينه فوق لازم. تقدري تزيدي لها بيسكوي هكذا تاع اوريو للشباح باش تعرفي باللي تحليه تاع اوريو، كيما تقدري تزيدي لها قطعه تاع الشوكولا. احنا هنايا زدنا لها قطعه تاع الشوكولا اللي تقرمش كيما نقولو هكذا. وزعي كامل هذاك الكناش في الاخير، سقميه اما بالملعقه ولا غير بيدك هكذا قبل ما يبرد، ولا بردلك تقدري تسقميه بالملعقه، ما الا كنتي تصبيه وبردلك تقدري تسخنيه وتعاودي تحطيه فوق الكؤوس تاعك. خلي التحليه تاعك تبرد مليح مليح في الثلاجه، والنتيجه الاخيره دوك تشوفوها هاي ليك. شوفوا لهنايا كيفاش خرجت، تخرج من اروع ما يكون. شوفوا الطبقات راهم باينين، وهنا بعد ما بردت راح نوري لكم القوام تاعها والنتيجه الاخيره. راكم تشوفوا كم الطبقات راهم باينين، تخرج ما شاء الله، تخرج بنينه، تخرج جوعه، خاصه عشاق الشوكولا يعني راح نستمتعوا بزاف بهاد التحليه. نقول لهنا نوريو لكم القوام تاعها كيفاش جات، شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله. والصوره راهي توضح كل حاجه، شوفوا كيفاش تخرج ما شاء الله، كريمه هذيك تخرج اونكتيوز، تخرج ما شاء الله، تخرج هذيك الكريمات اللي يجيكم قاسحات ولا جاريات بزاف، يعني تخرج ما شاء الله. صدقوني تستاهل التجربه. كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، تحليه من اروع ما يكون، خاصه في هذه الايامات اللي رانا في هذا الحر اللي سخون بزاف بزاف، لازم من ذاك نديرو هكذا تحليات باردين ولا ايس كريم ولا دي جو هكذا للدراري يكونوا ثاني باردين بالفاكهه، راهي وقتها دوكا. ان شاء الله حبيباتي يكون عجبكم هاد لا فيديو، ما بقى لي غير نقول لكم كالعاده ما تنساونيش بجام ان كومونتير ابوني للقناه باش تروح لبعيد. دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هنا ملاحظة صغيرة برك حبيباتي قبل ما نروح، فيما يخص البسكوي هنايا حطينا احنا خدمت بماكسون، حطينا دو باكي هادوك لي صغار لي رانا نشروهم، يديرو هكداك واحد 7000 5000 كل واحد كيفاش يبيعهم، وانتوما كيما تحبوا لهنايا حسب افراد العائلة تاعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.